السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش نعرفوا القيمه ديال واحد المكثف يعني كوندنساتور باستعمال الملتيمتر نيميريك. دونك الملتيمتر نيميريك هو اللي كيعطينا هاد لوبسيون مقارنه مع لي ملتيمتر اخرين بانس امبيرمتريك والملتيمتر انالوجيك ايغوي ما كيعطيناش هاد لوبسيون. دونك هنا في الملتيمتر ديالنا عطينا واحد المجال مخصص غير الحساب على حساب هاد لي كوندنساتور، وهذا المجال كيمشي لنا من 20 نانو فاراداي حتى 200 ميكرو فاراداي. هنا الرمز ديال الفاراداي. دونك اول حاجه نشعلو الملتيمتر ديالنا ونختارو بهاد الكرسور نحطوه في المجال اللي فيه الفاراداي. دونك نقدروا نبداو من 2 ميكرو فاراد. ثاني حاجه هي الكابلاج. دونك بالنسبه للكابلاج انا ما غاديش نستعمل لي فيل ديالي حيت عندي هاد لي كوندونساتور جيلات ديالهم طوال. دونك ديريكتومون نقدر نخشي هنايا ونعرف القيمه ديالو في لافيشير. بالنسبه للي بور اللي غنستعملو غادي نستعملو هادي اللي فيها الكومان وهادي اللي حداها اللي فيها الميلي امبير بحال مني في الفيديو اللي فات باش حسبنا هذاك الكورون كونتيني. هنا كما كتلاحظوا معايا عطينا هذاك الرمز ديال سي كاباسيتي. دونك هنا الكوندونساتور ديالك تخشي ليه لي دو بورن هنايا. نديرو هاد تيست. بالنسبه لي انا هنا حنا كما عارفين باللي لي كوندونساتور تيكونوا كاتبين فيهم القيمه ديالهم. دونك الا لاحظتوا معايا هنايا الا كان كيبان لكم هنايا عندنا ان كوندونساتور اللي فيه 220 ميكرو فاراد و 40 فولت، وبالنسبه لهاد الصغير هذا فيه 1 ميكرو فاراد 50 فولت، وكاين واحد اخر صغير منه اللي فيه 100 ميكرو فاراد و 35 فولت. دونك بالنسبه لهنا الحجم ديالو لا علاقه له بسميتو، غالبا تقدر تكون عنده علاقه، كل ما صغار تغدي صغار النومبر دو فاراداي، ولكن حنا كنلاحظوا هنايا بالنسبه لهادي صغر من هادي واحد شويه، ولكن هادي فيها 100 ميكرو فاراد والصفرة فيها 1 ميكرو فاراد. دونك هذا ما عندوش علاقه بالنسبه للحجم ديالو. غادي نتيستيو واش هاد الشيء بالفعل كاين ولا لا. بالنسبه لي هادي فيها 100 ميكرو فاراد، فوالا. هنا غادي نختار الكاليبر فين كاين 200 ميكرو فاراد هنايا، وبالنسبه لي باس غادي نخشيهم ديريكتومون هنايا ونشوف لافيشير. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا الكوندونساتور ديالنا كاتبين فيه 100 ميكرو فاراد، وهنايا طلع لنا 94 ميكرو فاراد. دونك بالنسبه للافالور اللي طلع لك الملتيمتر ماشي بالضروره انها تكون نفس لافالور اللي كاتبين لك، تقدر مع الوقت يعني هذوك لي رياكسيون شيميك، حيت حنا مستعملين هنايا دي كوندونساتور شيميك، هذوك لي رياكسيون كيبداو ينقصوا. دونك حتى النومبر دو فاراداي غادي يبدا ينقص. هذا الاول نتيستيو دابا الاخر هذاك الصفر. بالنسبه لي هذا الصفر فيه 1 ميكرو فاراد، هنا غادي ندير الكاليبر على 2 ميكرو فاراد وندير الكوندونساتور ديالي في هادي دو بورن. لا كما كتلاحظوا معايا هنايا ما خشيتوش مزيان. دونك كما كتلاحظوا هنا راه كيافيشي ليا 1 ميكرو فاراد. دونك 1 ميكرو فاراد هي اللي كاينه في هاد الكوندونساتور الصفر. بعض المرات كيكون قدر الكوندونساتور ديالك يعني بقى كيتستعمل بزاف في عند الدار الكهربائيه وداز بزاف ديال الوقت، يقدر يفقد بزاف من لي فاراداي مثلا هنايا، اولا بزاف من لي ميكرو فاراداي. هنا عندنا كوندونساتور فيه 220 ميكرو فاراداي، غادي نتيستيو نشوف واش بالفعل فيه هاد القضيه ولا لا. حنا عندنا الملتيمتر يلا كيوصل لنا 200 فاراداي، دونك هنا لخشيناه خصو يافيشي ليا واحد، يعني راه فتي لا فالور ديالو. بالنسبه لهذه فيها 220 ميكرو فاراد، غادي نخشي هنايا ونشوف واش بالفعل هذاك الشيء اللي كاين. فوالا هنا عندنا 220 ميكرو فاراداي، اكبر كاليبر عندنا هو 200 فاراداي. دونك هنايا افيشي ليا واحد، يعني لا فالور ديال هاد الكومبوزون كبر من الكاليبر. دونك هكا كنكونو عرفنا القيمه ديال الكوندونساتور باستعمال الملتيمتر نيميريك. السلام عليكم ورحمة الله.